المشكل اللي عندنا اليوم، عندنا واحد الوقفه، عندنا واحد اجتماع تمهيدي بانه باش نشوفوا واحد المشاكل اللي تنعانيوا منها في هذه المحطه. هذه المحطه اللي عندها واحد التاريخ وعندها واحد المركز تيجمع جميع اتجاهات، واليوم تنتفاجئوا بان تيقول لك غادي نتحولوا لواحد المحطه اللي كاينه في شارع طاح، ملتقى ديال الشارع طاح مع ملتقى محمد السادس. حنا رافضين رفضا تاما، حنا رافضين رفضا تاما، وتنطعنوا في ذاك الاجتماع وديك اللجنه اللي وقعات على هذيك المحطه بانها باش تحول تما. حنا ما عرفناش هاد الناس اللي داروا اجتماع ووقعوا بان المحطه تحول تما. حنا دايرين عده طلبات، واول طلب اللي درناه هو اللي درنا 2014 صيفطنا الرئيس المقاطعه ديال عين الشق 2014 تنطلبوا بتوسعه المحطه 2014 2022 بدات الاشغال هنا ديال القنطره وداك الشيء. درنا طلبات، درنا تصميمات، درنا كل شيء، وصيفطناهم للجهات المعنيه على راسهم السيد العامل المنطقه ديال عين الشق، رئيس المقاطعه السيد الباشا، بدون جدوى بدون جدوى ما لقينا حتى شي اذن صاغيه. اليوم تنتفاجئوا تيقول لك راه ضروري غادي تحولوا ديك المحطه، هذيك المحطه مع من تشاوروا؟ واش تشاوروا مع الهيئات النقابيه اللي تتوجد هنايا في المكاتب المحليه ديال المنطقه ديال عين الشق؟ واش تشاوروا مع المهنيين؟ واش تشاوروا مع الركاب؟ واش عندهم شي استشاره ديال شي شكايات من طرف الجيران ولا المحلات التجاريه بان هاد الناس كلهم غادي يتحدوا معنا؟ المحلات التجاريه والساكنه والركاب كلهم غادي، حنا دابا دايرين غير واحد الخطه دقه دقه كما تنقولوا، ما نكونوش حنا فوضويين ونخرجوا للشارع العام ونحبسوه. دابا حنا تنديروا تمهيديا وتراسلوا، واليوم درنا هاد الهيئات النقابيه ديال جهه الدار البيضاء السطات تترفض رفضا تاما تغيير المحطه. هاد المسؤول اللي فرض علينا ولا هاد الناس اللي فرضوا علينا يطلعوا ولادهم مع السبعه العشيه والثمانيه العشيه يطلعوهم لهذيك المحطه وشوفوا شنو تيوقع. حصيله الاجرام، حصيله الاجرام اللي كاينه تما اقل من هذه اللي كاينه هنا. احنا 36 عام هنا ومعانا اخر ما كاين بنكه دوزات معانا 30 عام وعمرها ما تسرقات. احنا تنحافظوا على النظام، تنحافظوا على كل شيء، احنا تنطالبوا بهذه المحطه تبقى بهذا عين المكان. احنا رافضين رفضا تاما كمهنيين كنقابيين كمسؤولين على القطاع، تيرفضوا رفضا تاما بان هذه المحطه ما تخيرش من هذا المكان ديالها ويكون الاصلاح. احنا طلبنا الاصلاح ديالها في 2014 2022 اعطيناهم تصميم بجنب المحطه، هما ناضوا بدون استشاره، وملي مشينا تيقول لك بانه جات هيئه نقابيه هما اللي وقعوا على هذا الشيء. حنا تنطعنوا في هذه النقابات، شكون هما؟ حنا بغينا نعرفوا هذه النقابات شكون هما اللي وقعوا على هذا الشيء. المؤسسين ديال المحطه ديال 81 كلهم محفقين، كنقول لكم المسؤولين هادو كلهم محفقين، حتى واحد ما عنده عشاليله. شوفوا كيديروا لينا بحال بلا هادشي يقولوا هادشي.